يروي المفيد يقول: فلما انهزم الناس أقبل أمير المؤمنين عليه السلام ومعه عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما، فانتهى إلى الهودج. الهودج اللي بيه عائشة الآن. شوف، تخيل الموقف، مهم تتخيله. هودج عائشة ساقط بعدما عرقب الجمل، شايف شلون سقط الهودج؟ عائشة هم داخلة، هي ساقطة متكسرة. فانتهى إلى الهودج وكأنه شوك القنفذ مما فيه من النبل، مثل القنفذ من كثرة النبل اللي جاء عليها من سهام من؟ الرافضة. الرافضة رموا عائشة، الرافضة بمرأة ممن؟ من الإمام المعصوم أمير المؤمنين عليه السلام. ما إجا قال لهم لا 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 احترموا ترى زوجة نبيكم، ديروا بالكم لا ترمونها، ديروا بالكم، ماكو هكذا شيء. فضربه بعصا. هسه شوف، فوق هي طايحة على الأرض، الروايات التاريخية هم تذكر أنها انجرحت أيضا، سهم من السهام، نبل من النبال جاء وشك في عضودها، شك هالشكل، انجرحت، عاش تيد اللي سواها والله واقعا. هسه على اي حال، كان مقدر من السماء انه عائشة ما تموت في ذلك الموقف، ولو ماتت كان امير المؤمنين سيفقد كل شيء للعلم، يعني كان سيرتدون عليه. اعرفوا القضاء مثل ما بينت لكم البارحة، فكان هذا قضاء الله عز وجل، مثل ما قضى ان ابليس يعيش الى يوم الوقت المعلوم، هذه هم لازم تعيش، هذا ابليس وهذه شنو؟ ابليس. الشيء بالشيء يذكر انه اذكر ايام الضجه المفتعله من انصار عائشه قبل سنتين على احتفالنا المبارك، انه سووا حمله للشعراء انه تعالوا واكتبوا اشعار في امنا ونعطيكم جوائز. زين، جوائز هم على اساس اسمه. طبعا ما سووها الظاهر، اعلنوا عن مسابقه شعريه في مدح عائشه والذب عنها، ما كملوا المسابقه، ما صار، ولا الظاهر ما حصلوا فلوس، ما ادري. ذاك الوقت انا قلت هالشكل، يعني يصير احنا نشترك بالمسابقه، نطلع شويه فلوس حتى نقدر نسوي قناتنا الفضائيه. الى الان ما كانت صايره او على وشك تصير، ونحتاج فلوس، فقلنا هالشكل يعني نسوي. فقلت شنو نقول؟ قلت احسن طريقه نخلي البيت الاول اوله حبيبتي عائشه، راح يلفت انتباههم القصيده، حتما تفوز بالمركز الاول، حبيبتي عائشه. بس تتم شلون؟ قالها ابليس لو كنت من جنسي فها انا ذا العريس. بعد ما كملنا الشكل، يعني احيانا ياتينا واهس نقوم احسن. شيخ بارك الله فيك.